الحمد لله الماتش كان مش صعب قوي، كان الماتش فيه لعب شويه خصوصا ان دي اول مباراه للسن دوت. البطوله دي بطوله جديده، بطوله 21 سنه اول مره تتعمل السنه دي، فبيتهيالي ان اغلب اللعيبه اللي بتلعب فيها بتبقى اصلا تحت السن، اكتر من 10 لعيبه متصاعدين من فريق 19 سنه علشان نكمل المجموعه ديت. فريق الصيد فرقه كويسه الصراحه، ابهرتني بمستواها النهارده، يمكن خدت مننا شوط بس يعني الفرقه بتاعتنا برضو اتكت على نفسها شويه في الشوط الرابع وعملنا سكور حلو وعوضنا الشوط اللي اتاخد مننا الشوط التالت. ما حدش اتكلم على الحكم خالص، احنا خدنا بالنا ان الحكم من اول نقطه حسب علينا نقطه كارت احمر، حسينا ان متحامل علينا شويه، قلت له ما حدش اتكلم على الحكم، نركز في لعبنا، اللي يجي على السيرفي يركز في الارسال بتاعه. عملنا سكور كويس بالسيرف، ثلاث اربع ارسالات ورا بعض بيعملوا معانا سكور في الجيم. الاستقبال حاولنا نوصله شويه علشان نقدر نشتغل الشغل بتاعنا اللي احنا متفقين عليه. الحمد لله اللعبه نفذت وعملنا سكور كويس في اخر الشوط. اولا الحمد لله على المكسب. النهارده احنا بدانا مشوارنا في الدوري تحت 21 سنه مواليد 98 99. كان عندنا اول ماتش مع نادي الصيد، طبعا فريق محترم يعني، وانت دايما بتبقى البدايات يعني بتبقى ما لعبناش ماتشات وديه، ما عملناش يعني اعداد كافي يعني للبدايه، فانت بتبقى الماتشات اللي في الاول دي ما بتبقاش مستوى عالي يعني، بس بتبقى ماتشات متوسطه المستوى بتحاول تلعب فيها على قد ما تقدر عشان مع الوقت ولما توصل للماتشات النهائيه بتبقى انت جبت احسن فورمه ليك يعني. الحمد لله النهارده الماتش عدى، خسرنا شوط كده بس التالت ملوش لازمه، بس يعني الحمد لله يعني. كابتن حسام قال لنا يعني ما عادي، ما حدش يتخض او يتوتر، العب عادي لعبك زي ما لعبنا اول شوطين، اول كره تبقى مظبوطه، الاستقبال مظبوط عشان بعد كده الاستقبال بيتبني عليه كل حاجه. الارسالات يعني لعبنا ارسالات كويسه في الشوط الثالث، فتحت معانا الجيم في الاول كويس، بس الحمد لله ربنا كرمنا يعني، الماتش مش مستاهل.